الصمود والاستمرارية. ربما نتساءل جميعا، نحن سكان مدينة زايو الأبرار، لماذا هذا الشكل الاحتجاجي في هذا اليوم السعيد؟ بداية عيد مبارك سعيد لكل سكان هذه المدينة الصامدة والمناضلة ولكل النواحي والضواحي. السؤال، لماذا هذا الشكل الاحتجاجي السلمي والحضاري من قلب هذه المدينة للتضامن المبدئي واللا مشروط مع سكان فلسطين الأبية، فلسطين السليبة؟ نتضامن مع كل الشهداء الذين سقطوا جراء الغطرسة والهجمة الصهيونية بدعم من حلفائها الطبيعيين والموضوعيين، أمريكا وكل من يطبل ويضمر لهذا الكيان الذي عاد في الأرض فسادا. لا يسعنا مرة أخرى إلا أن ندق كل بيت فلسطيني وخاصة أبطال المقاومة في أرض فلسطين الأبية لنشاركهم فرحة العيد، رغم التقتيل، رغم الدمار، رغم الخراب، إلا أن الإنسان الفلسطيني لا زال يقاوم مطالبا برفع الحصار، كل الحصار، ولا بديل عن خيار المقاومة لضرب الكيان الصهيوني وحلفائه في الداخل والخارج. يأتي هذا البيان التضامني انسجاما والجمع العام الأخير المنعقد بتاريخ 28/7/2014 الذي قرر خوض هذه الوقفة الاحتجاجية الرمزية والتي لها دلالات وحمولات عالية جدا. وإليكم البيان المنبثق عن الجمع العام الأخير. تحية نضالية عالية لأبناء مدينة زايو، وعيد مبارك سعيد لجميع الحاضرين معنا في هذا الشكل النضالي التضامني مع الشعب الفلسطيني الأبي الذي يتعرض لهجمة شرسة من طرف الكيان الصهيوني. ففي الوقت الذي نحتفل فيه بعيد الفطر، إخواننا في فلسطين يتعرضون للقتل والتشريد بأبشع الصور، بالصواريخ والقذائف والدبابات والطائرات، مع صمت رهيب، مع صمت رهيب للأنظمة العربية التي تخاذلت في إعطاء موقف من العدو الصهيوني، في حين أن الشعوب تنتفض في كل بقاع العالم. وعليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
أولاً، إدانتنا القوية للعدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الأبي. ثانياً، تضامننا المبدئي واللامشروع مع الشعب الفلسطيني. إدانتنا للصمت الرهيب للأنظمة العربية. مطالبتنا بتجريب التطبيع مع الكيان الصهيوني وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع هذا الكيان الغاصب. رقم ثلاثة، وقوفنا إلى جانب مطالب المقاومة من فتح المعابر وإطلاق سراح المعتقلين وعودة اللاجئين والمهجرين أيضا. دعوتنا المنظمات الدولية والمنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه العدو الصهيوني على غزة باعتباره من جرائم الحرب التي يجب محاكمة مرتكبيها من الصهاينة. وفي الأخير، نحيي كل شهداء القضية الفلسطينية ونشد على أيادي المقاومة الفلسطينية الباسلة. حرر بزيو بتاريخ 27/7/2014، ودمتم للقضايا العادلة والمشروعة أوفياء. نقرأ الفاتحة. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم.